ما نوع التأشيرة التي تحتاجها لوظيفة مؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ تحرص حكومة الولايات المتحدة على حماية مواطنيها، ويتم وضع القوانين بحيث يحصل مواطنو الولايات المتحدة هم الخيار الأول عندما يكون هناك وظائف شاغرة. وإذا كان شخص ما يتطلع إلى العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، فسيحتاج إلى تأشيرة عمل لغير المهاجرين. فما هي تأشيرة العمل لغير المهاجرين؟ لا يسمح لحامل تأشيرة الزيارة أو العمل أو برنامج الإعفاء من التأشيرة بالعمل في الولايات المتحدة بشكل مؤقت، حيث أن تأشيرة عمل لغير المهاجرين مطلوبة لأي شخص يرغب في العمل في الولايات المتحدة لمدة تقل عن عام، وليس لدى الولايات المتحدة برنامج للتوظيف المؤقت، وستتطلب معظم التأشيرات برنامج عمل محدد ليس له وقت محدد، وسيتعين على الشخص الخضوع لنفس العملية مثل أولئك الذين يرغبون في العمل في الولايات المتحدة لفترة أطول من الوقت. شكرا لمتابعتكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. باي باي.